ثلاث المراكز الأولى وعودة إلى التوقيت الزمني 7:44 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نجدد اللقاء والتحيه والترحيب بانطلاقه شوط جديد، شوطنا الخامس عشر الذي يحمل فئه من نخبه من الجعدان المحليات الاصايل. نسير وياكم مباشره نحو المقدمه، نحو الصداره والبدايه الاولى اللي يستفتح اذاعتي هذا الشوط. هذا هو لافي سالم بن غانب بن سالم الخاطري، من يقدم لنا حضوره على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني معاند حمد بن راشد بن عبيد الاكتبي، من يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث الواصل في هذه اللحظات ونالك معوض لسعيد بن سلطان بن تريم الاكتبي، من يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع القادم بكل قوة الوسمي علي بن غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي، ياتي في رابع المراكز. المركز الخامس القادم ثمين محمد بن راشد بن حارب السعدي، من ياتي في هذه اللحظات على المستوى السادس، او نعم هنالك على مستوى الخامس. المركز السادس الواصل في هذه اللحظات مليح سعيد بن سالم الينيبي، ياتي مع مليح بالمستوى السادس. بينما نغلتنا الى سابع المراكز حيث الحضور، حيث الوصول من الحر العتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي، من ياتي في هذه اللحظات ليقدم لنا الحر في هذه الاندفاع وفي هذا الاداء الجميل والممتاز. بينما المركز الثامن القادم بكل قوة وبكل قوة هنالك مشهد اللي واصل، مشهد اللي حاضر سعيد بن منار بن غدير الاكتبي، يأتي على المركز التاسع. بينما المركز العاشر الواصل هنالك ظبيان، ظبيان اللي واصل سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي، ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا ظبيان في المركز العاشر. هكذا هو نداءنا الاول للعشر المراكز الاولى، للعشر المراكز المندفعه في صداره هذا الشوط والباحثه عن الفوز والانتصار. ولكن العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، الى البدايه الاولى مع مليح اللي على المقدمه، مليح اللي على الصداره، على البدايه الاولى. سعيد بن سالم الينيبي يقدم لنا مليح على المقدمه والبدايه الاولى، من قدم لنا الذيب وقدم لنا العديد والعديد من الاسماء في صباحيه هذا اليوم. قدم لنا الذيب والسليماني ما شاء الله وتبارك الرحمن، وياتي الان مع مليح لسعيد بن سالم الينيبي. بينما المركز الثاني نعم من اختطف ثلاث نقاط في صباحية هذا اليوم. بينما المركز الثاني هنالك معاند حمد بن راشد بن عبيد الاكتبي، يأتي الآن على المستوى الثاني. بينما نقلتنا إلى ثالث المراكز حيث الوصول من لافي لسالم بن غانم بن سالم بن دعيفس الخاطري، يأتي الآن على المستوى الثالث. بينما المركز الرابع الواصل ثمين محمد بن راشد بن حارب السعدي، يأتي في هذه اللحظات. المركز الخامس القادم الآن والحاضر بكل قوة، هذا هو الحر اللي قادم بكل قوة عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي، من يأتي في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الاسم الجميل والشهير على المستوى الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، نداءنا الثاني
للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط والباحثة عن الفوز والانتصار. ولكن العودة، العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. مليح اللي على المقدمة، مليح اللي على الصدارة، على البداية الأولى. سعيد بن سالم الإنيبي يقدم لنا هذا الاسم، هذا الشعار الذي قدم العديد والعديد من الأسماء. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذا هو مليح على الصدارة، على البداية الأولى. بينما المركز الثاني هنالك القادم والحاضر معاند، حمد بن راشد بن عبيد الاكتبي يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث، الله الحر، الحر اللي قادم، الحر اللي واصل. عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي من يأتي على المركز الثالث. هكذا هكذا وندانا للثلاث المراكز الأولى، والعودة إلى مليح، العودة إلى مليح. من اختطف المقدمة بكل بهذا الأداء الجميل، بهذا الحضور المشرف على صدارة هذا الشوط. بسم الله ما شاء الله، بدأنا ندخل إلى الكيلو ومئتين، ألف ومئتين على خط النهاية، عن الفوز عن الانتصار. ومليح على المقدمة، مليح على الصدارة، على البداية الأولى. سعيد بن سالم الإنيبي يقدم لنا هذا الشعار، يقدم لنا هذا الاسم الجميل والشهير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، تذكر حتى هذه اللحظات. بينما القادم وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل الآن هنالك ظبيان سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي قادم. بينما المركز الثاني، بينما المركز الثالث حفلان اللي واصل، محمد بن عبد الله بن معضد النيادي، النيادي. ولكن مليح، مليح على الصدارة، مليح على المقدمة، على البداية الأولى. ما شاء الله وتبارك الرحمن، استادت السرعة، استادت السرعة. ومليح يغادر، يغادر بالفوز، يغادر بالانتصار. هكذا هو الإبداع، هكذا هو التميز. سعيد سعيد بن سالم الإنيبي، الإنيبي. ما شاء الله وتبارك الرحمن، بدا الحضور، بدا الإبداع، بدا التميز. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ما شاء الله. هكذا هو العرض، هكذا هو التميز. بدأ يغلص المسافة ما بينه وبين المشاركين، والسوبر هاتريك في صباحية هذا اليوم. شكرا، شكرا يا أحمد بن سعيد بن سالم الإنيبي، من يتابعه في هذا المساء، في هذا الصباح الجميل والممتاز. تهانينا والناموس نزفها من هذه اللحظات إلى سعيد بن سالم الإنيبي على هذا الفوز والانتصار. لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلنا الفوز والانتصار بدون أي منافس على الإطلاق. بينما المركز الثاني وصل هنالك في ثاني المراكز ظبيان سعيد بن محمد، سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، ثالث المراكز. وصل هنالك شاهين لنديلة، نديلة بن لويهي بالزفنة بن محمد العفاري من